عليكم ورحمة الله. اليوم يا إخوان جايب لكم طريقة تفعيل حساب بلس لمدة 14 يوم. في البداية بنحتاج ثلاث مواقع. أول واحد التم بميل البريد المهمل أو العشوائي أو هيك شي، والبلايستيشن بلس 14 دي UAE. أهم إشي UAE، وحساب على الباي بال UAE أيضا. نيجي هون نعمل حذف عشان يطلع لنا بريد جديد. ناخذ البريد، نعمل اكونت تاع البلس، نحط الايميل، باسورد حي الله باسورد، يلا يشيلون المهم خلاص. إماراتي، لغة إنجليزية، تاريخ الميلاد عشوائي ما في مشكلة، بس أهم شي تحت 2000 يكون، يعني 80. الستي أي شي عشوائي. الاي دي مش فارقة، منين ما تفرق، واضح يلا اشي. كونتينيو، هسه يولد، تعمل هون اهم شي يس، بعدين اجري اند كريت اكونت. هسه بطلب منا التفعيل، نرجع هون على التيم ميل، بنعمل ريفرش، ننزل لتحت اكونت ريجستريشن، تفعيل الان خلص، هيك الايميل تفعل صار جاهز. سكيب سكيب. هسه بنروح نعمل حساب على الباي بال، ساين ان، ساين اب، كونتينيو. اهم شيء اماراتي يكون يو اي اي او من العالم من هون. بنروح على اسيا او اوقيانوسيا، يو اي اي، اهم شيء اماراتي. النيم ما بتفرق، الاسم بس نيم ما بتفرق، الايميل تاع التمب ميل نفسه العشوائي، الباسورد هون بدك تحط احرف صغيرة واحرف كبيرة وارقام وهاشتاج او علامة سؤال هيك شي. عشوائي هاي دي نمبر، حيا الله شيء، حيا الله شيء. شوي هون نعملها دبي، رقم تلفون اي ارقام من عندك يس يس. اجري اند كريبت اكونت. هيك الباي باي صار جاهز. نرجع ل بلايستيشن بلس، نحط هون بايمنت مانجمنت، هاد نضيف هاي باي بال اكونت، وهيك دخلنا الباي بال. ضايل خطوة صغيرة بصور لكم اياها من السوني،
نجيب الايميل هذا نحطه على السوني مع كلمة السر، وبنفعل البلس من السوني نفسه.